انا اسمي مروه طلعت عندي 28 سنه انا كنت بحب التصوير جدا وبحب اي حاجه ليها علاقه بالكاميرا وعشان كده قررت ان انا ادخل كليه اعلام قسم اذاعه وتلفزيون اتخرجت على امتياز مع مرتبه الشرف وبعد كده اشتغلت صحفي ميداني او فيديو جورنالست اللي هو كنت بصور مظاهرات بس مع الاسف حصلت حادثه الحادثه دي اثرت عليا ان انا ما ينفعش امسك كاميرا تاني كان المجال اللي جه في بالي وقتها انه ليه ما اشتغلش موديل عارضه ازياء من وانا صغيره نفسي ان انا ابقى حاجه زيهم مع الوقت اتطورت الموضوع في 2014 دخلت مسابقه ملكه جمال مصر وخدت ميس فوتوجينيك اللي هو صاحبه الوجه الاجمل 2014 في 2017 جات لي فرصه ان انا امثل مصر في مسابقه افضل عارضه ازياء في العالم دخلت ميس ايجيبت واشتغلت في مجال عروض الازياء فمع الوقت اسمي بدا يتعرف اكتر يعني بدأ يتعرف بالنسبة للناس المهتمة بمجال الموضة